لا، انا محمد احمد الاشقر، ان شاء الله هكلمكم النهارده عن موضوع الـ EMT conduits and accessories. في البدايه كده، اي عمل كهربي بيجي لي يعني بكون محتاج اغذي ديفايس معين، لازم امر بثلاث مراحل عشان احقق التغذيه دي. اول حاجه هي الفيرست فيكس، هي عباره عن ان انا هعمل الروت او الطريق بتاعي وامشيه من مصدر التغذيه لحد ما اوصل للاوتلت او الديفايس اللي انا عايز اغذيه. معنى كلامي ده ان مرحله الفيرست فيكس مش بس هتشمل ان انا احط المواسير بتاعتي في السقف وخلاص واقول ده فيرست فيكس، لا طبعا لازم احقق توصيل التغذيه من اللوحه مرورا بالجدران اللي عندي او الحيطه اللي عندي حتى لو ما كانتش اتبنت، واطلع في السقف اوصل للحاجه اللي انا عايز اوصل لها او انزل في الحيطه لو عايز اروح لسويتش او غيره. تاني مرحلة هي السكند فيكس، عبارة عن ان انا همشي الوايرز او الكوندكتور بتوعي في الماسورة اللي انا لسه عاملها دي. تالت مرحلة وهي الثيرد فيكس، ودي عبارة عن ان انا بقى بحط الجهاز اللي انا جبته سواء في كيتشار بقى معين او مثلا اوبليك او غيره. طيب، يبقى احنا دلوقتي لما نتكلم عن انواع الفيرست فيكس اللي هي الريس ويز او تمديد المواسير اللي انا لسه قايل عليها دلوقتي، قدامي حاجه من اتنين، يا اما ان انا امشي امبيدد او دفن، وفي الحاله دي بتكون المشروع عندي لسه ما اكتملش، يعني لسه المشروع ما اتنفذش، انا لسه هرمي السقف فبضطر بقى ان انا احط المواسير بتاعتي واصب عليها، والشغل ده بيتم بي في سي كوندوت. وده ليه؟ لان بيكون ارخص من ان انا امشي ميتال. تاني حاجه وهي الاكسبوزد يا اما بيكون نادرا جدا بي في سي كوندويت، وده طبعا نادرا، او ميتال كوندويت. طيب الميتال كوندويت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث انواع: اي ام تي، اي ام سي، ار جي اس. احنا طبعا كلامنا بخصوص الاي ام تي. طيب الاي ام تي كوندويت دي اختصار لايه؟ دي اختصار للالكتريكال ميتاليك تيوب. طيب الاي ام تي الماسوره اللي قدامي دي عباره عن ايه او بتتكون من ايه؟ دي عباره عن ماسوره الومنيوم ومتغطيه بالثلاث. طيب ايه اللي يخليني اشتري الماسوره دي وما اروحش اشتري الماسورتين التانيين اللي هما الاي ام سي والار جي اس؟ والله هروح اشتريها بناء على شويه مميزات ليها. ايه هي؟ الاي ام تي دي لايت ويت، بتمتاز باللايت ويت، يعني هي خفيفه في الوزن فاقدر اتعامل معاها بسهوله. تاني حاجه ايزي تو بيند، يعني اقدر اتنيها بسهوله، لو انا مثلا عايز اغير المسار بتاعي اروح يمين او اروح شمال او غيره سهل ان انا اتنيها. طيب المواسير دي كده احنا اتكلمنا عليها على البادي بتاعها من الخارج، طب في حاجه تانية تميزها؟ اه طبعا، من جواها بيتم طلاقها بعازل عضوي كده بيخليها ملساء. طب ده هيفرق معايا في ايه؟ لا، هيفرق معايا في مرحله السكند فيكس وانا بسحب الاسلاك، هسحبها بسهوله جواها. طيب ايه هي الابلكيشنات اللي اقدر استخدم فيها الاي ام تي دي؟ والله اقدر استخدمها في الاندستريال بيلدينج فاكتوريز. طيب الحاجات الصناعيه والحاجات التجاريه اقدر استخدمها بالفعل لو المبنى كان اتنفذ خلاص، انا ماشي شغل اكسبوزد. تالت تطبيق وهو ده منتشر جدا في الفاير الارم بايب، يعني المواسير الفاير الارم تكون اكسبوزد ونادر وغالبا ما بتكون اي ام تي. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الماسوره، طب هو الماسوره دي انا همشي بيها كده مش ما فيش اي حاجه هتتركب فيها؟ طيب انا حتى لو عايز امشي بكذا ماسوره الربط بينهم هيتم ازاي؟ علشان كده هتطرق ان انا اروح للاكسسوارات بتاعتها او الفيتنج بتاعها. اول حاجه في الاكسسوارات هي الكابلر او اللي بسميه الجلبه. طيب الجلبه دي عباره عن ايه؟ لو انا دلوقتي عندي ستريت اليمنت اهوت بيكون 3 متر، فانا محتاج يعني امشي ب 20 متر مواسير، اكيد مش هروح بقى المصنع اقول له انا عايز 20 متر ماسوره 20 متر، لا طبعا بروح اجيب العدد اللي يقدر يكفيني ال 20 متر وبوصلهم ببعض من خلال جلبه. الجلبه دي بيكون الانر دايمتر بتاع الجلبه بيساوي الاوتر دايمتر بتاع الماسوره. تاني حاجه وهي السدل او الافيز، وده اللي بقدر اربط بيه الماسوره في السقف او غيره. تالت حاجه الادابتور، وده بيكون موجود في الباك بوكس علشان بنزل من اللينيا ما بنزلش بيها على الباك بوكس، لا بنزل بيها على الادابتور والادابتور متوصل في الباك بوكس فاقدر اوصل للباك بوكس بتاعي. طيب رابع حاجه اللي هي الريديوسر، دلوقتي لو انا ماشي بماسوره 25 مللي
وفيها شويه اسلاك. طيب شويه الاسلاك دول قالوا عددهم قل شويه في جزء معين، مش لازم اضطر امشي بال 25 مللي عشان ما ازودش تكلفه، لا ممكن اقل عنها شويه وامشي ب 20 مللي مثلا. فانا محتاج اعمل تحويله من 25 ل 20، اروح اجيب ريديوسر يعمل التحويله دي. خامس حاجه وهو البنز، الاكواع اللي عندي. طب الاكواع دي انا بستخدمها في ايه دلوقتي؟ لو انا ماشي بالاليمنت بتاعي في خط مستقيم وعايز اروح يمين او شمال، اكيد هيحصل ده معايا، هيقابلني معايا، فانا محتاج اعمل تحويله. فهقوم جايب كوع على هيئه 90 كده ومعمول له فيلت، اقوم موصله بالماسوره دي والماسوره التانيه. نيجي للبوكسز بقى. البوكسز اللي عندي زي اللي على الشمال ده، وده بوكس صغير باتنين واي، بكون جايب ماسوره مثلا اهوت، والله اديت كشاف وكملت بالاسلاك بتاعتي. طيب لو انا عايز بقى اجيب كذا ماسوره كانت جايه في نفس المكان، هعمل ايه؟ اروح اجيب بقى اللي هو الجنكشن بوكس ده اللي هو اللي على اليمين، وبدخل بكذا ماسوره اجمع في النص واخش واخرج منها. الدايمنشن بتاع الاي ام تي بايب عباره عن ايه؟ عباره عن 20 مللي او 25 مللي 32 40 وهكذا. طيب الدايمنشن ده مش ده النادر اللي هلاقيه في السوق؟ لا طبعا، هلاقي ال 20 مللي دي بتبقى 3 4 بوصه، ال 25 بوصه وهكذا. نيجي للشوب دروينج وهي الناحيه الهندسيه. دلوقتي ده مثلا حساس فاير، فانا لسه قايل في الفاير ان هي بتكون مواسير اي ام تي، فانا قلت انه 20 مللي اي ام تي كوندوت. ليه قلت كده؟ لان ده اللي هيحقق لي الفيلنج ريشيو. حكومة على المساحة بتاعة الماسورة. يبقى نتكلم في التندر بقى او الحسابات بتاعتي. دلوقتي لو انا جايب شغال الشغل بتاعي اكسبوزد اي ام تي، وانا كنت لسه قايل لك في اكسسوارات وفيتنج، اكيد انا عايز احسب بالفلوس بتاعتها. فانا وانا بعمل حسابي في الفلوس دي، مش هقول ان الاكسسوارات هنا بتساوي 100% من الاي ام تي، لا طبعا ابوظ الدنيا كده. فانا هقول ان هي بتكون 30% من المين ماتيريال. طب اشمعنى 30%؟ لان الاي ام تي مقارنه بالفيتنج بتاعها، يعني الستريت اليمنت مقارنه بالفيتنج بتاعه غالي جدا. يعني الاي ام تي ممكن توصل مثلا 80 جنيه ولا حاجه، الفيتنج ممكن الاقيه ب 8 جنيه، 11 جنيه، فلا في فرق كبير طبعا. نيجي تاني حاجه للانستول. والله الماسوره الاي ام تي مش بتتركب زي البي في سي، فالاي ام تي ممكن مثلا توصل ل 25 جنيه. كل ده انا بعمله ليه اصلا؟ علشان اوصل للبي كيو برايس اللي اقدر احدد منه سعر المخرج ده كام. طيب بعد ما انا حددت الاليمنت بتاعتي كام وانا محتاج قد ايه وعدد القطع قد ايه وكده، بعمل ايه؟ ببعت ار اف كيو. فمثلا هنا ده مثال على ان دار الكهرباء بتخاطب او زد جندي، وده ايه ار اف كيو للفيتنج او الاكسسوارات اللي انا عايزها. الار اف كيو التاني عباره عن ان دار الكهرباء بتكلم ويتلاند، ودي ماركه امريكيه طبعا، دي ماركه مختصه بالكوندويت اي ام تي، فبينت لها ان هي محتاجه كوانتيتي قد كذا، وطبعا الكود بتاعها بكذا، او وطبعا المواسير دي عباره عن 3 4 بوصه زي ما قلنا، وده اللي بيكون دارج في معظم الكتالوجات. طيب بعد كده محتاج انا بقى اعرف البراندات بتاع الاي ام تي كوندويت والاكسسوارز. البراندات المشهوره في الاي ام تي كوندويت زي الايت تيوب اند كوندويت ويتلاند تيوب، ودي اللي كانت ورا في الار اف كيو، ويسترن تيوب اند كوندويت كوربوريشن. بالنسبه للبراندات بتاع الاكسسوارز او الفيتنج اللي اقدر اطلبها، كان زي توماس اند بيتس كوربوريشن، او زد جيدني، ودي برضو كانت موجوده ورا في الار اف كيو. تالت واحد وهو بريدج بورت. وبكده أكون خلصت الموضوع بتاعي، وأتمنى أكون فدتكم بأي معلومة ولو صغيرة.